السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الثالث المهني فروع كافة، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة التربية الإسلامية امتحان الدور الثاني 2023. بالبداية هو يجي أحكام التلاوة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. استخرج خمسة فقط من أحكام النون الساكنة والتنوين في الآية الكريمة واذكر نوع كل منهما. الأحكام هي: أولا أن يكون، الإدغام بغنة، أمة واحدة، الإدغام بغنة، واحدة لجعلنا، إدغام، لمن يكفر، الإدغام بغنة، سقفا من، الإدغام بغنة، من فضة الإخفاء، وفضة ومعارج، الإدغام بغنة. يعني فقط انه انت تجاوبون على خمسه، يعني تستخرجون خمس كلمات. فرع الفهم والتفسير، يقول السؤال الثاني فرع الف: ما تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون؟ الجواب: ان الله تعالى يرمي بالحق المبين فيدحض الباطل فاذا هو ذاهب مضمحل ولكم العذاب في الآخرة أيها المشركون، من وصفكم الله تعالى بغير صفته اللائقة به. فرع باء يقول: أجب عن اثنين فقط. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ما معنى افترى وما المقصود بالآية الكريمة؟ الجواب: افترى فمن كذب على الله بعد قراءة التوراة. المقصود بالآية هم بني إسرائيل أو بنو إسرائيل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما تفسير قوله تعالى بالآية الكريمة؟ الجواب: إن الذين كفروا بالله وكتبه ورسله وكتموا الحق ولم يظهروا وماتوا وهم على تلك الحال من الكفر والظلم فإنهم يستحقون لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثلاثة يقول: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. ماذا أحل بالكافرين المكذبين بالله ورسوله في قوله تعالى؟ الجواب: أهلكهم الله بالعذاب وجعلهم كالزرع المحصود خامدين لا حياة فيه. فرع جيم يقول: أعطي معاني خمسا فقط من الكلمات الآتية: الكفر، ولو افتدى به تنال البر، لا هي محدث أضغاث أحلام. الجواب: أول شيء، الكفر ضد الإيمان، ومنه الجحود بالله تعالى والتكذيب برسوله وما جاء به من الدين والشرع، ولو افتدى به، ولو قدم فداء لنفسه من النار ما قبل منه. تنال البر، نال الشيء حصل عليه، والبر مطلق الخير، لا هي منشغلة بالباطل، محدث جديد إنزاله، أضغاث أحلام، مجرد أخلاق رآها في المنام. نجي على نكمل الحفظ، أكمل الآيات القرآنية الكريمة لاثنين فقط. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم إلى قوله تعالى إيمانهم إلى قوله تعالى إن كنتم صادقين. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. نجي على الآية الثانية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا، إلى قوله وأولئك هم المهتدون. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. الآية الثالثة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم، إلى قوله تعالى: كما أرسل الأولون. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. صدق الله العلي العظيم. التربية الإسلامية: اكتب حديثا نبويا شريفا في حسن الخلق. الجواب: بسم الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما البرهان والإيمان وعلى ما البرهان على الإيمان وعلى صحته وكماله؟ الجواب: البرهان على الإيمان وصحته وكماله حسن الخلق ولطف المعاملة، أي التعامل مع الناس، فقد قال رسول الله: الدين المعاملة والدين حسن الخلق. السؤال الخامس يقول: أجب عن أحد الفرعين، للغضب مناشئ عددها مع الإيضاح. الجواب: أولا انحرافا صحيا كاعتلال الصحة العامة أو ضعف الجهاز العصبي مما يسبب سرعة التهيج نفسيا منبعثا عن الإجهاد العقلي أو الأنانية أو الشعور بالإهانة والاستنقاص ونحوها من الحالات النفسية التي سرعان ما تستفز الإنسان وتستثير غضبه. أخلاقيا كتعود الشراسة وسرعة التهيج مما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه. سؤال فرع باء يقول: كيف يعالج التكبر؟ اذكر خمسا فقط. الجواب: أولا علاج التكبر أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطفة قدرة وآخره جيفة منتنة، وهو ما بينهما عاجز واهن، يرهقه الجوع والظمأ ويصيبه المرض والألم وينتابه الفقر والضر، ولذلك فعليه أن ينبذ الأنانية والتكبر، أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسنه ومساوئ التكبر وآثامه، أن يعود نفسه التواضع، على العاقل عند احتدام الجدل والنقاش أن يذعن للحق إذا ما أيده الدليل، وأن يترك العناد والتكبر، أن يتفادى منافسة الأقران في السبق على دخول المحافل والتصدر في المجالس. هذا بالنسبة إلى السؤال اللي هو كيفية علاج التكبر. السؤال الثالث يقول: أجب عن فرعين فقط من ما يأتي، ما الحاجة إلى تعدد الزوجات؟ وضحها. الجواب: إحنا عندنا تعدد الزوجات إلى عدة من ضروب الحاجة إلى تعدد عمق عقم الزوجة ورغبة الزوج في إنجاب الذرية وتشوقه إليها، فمن العدل أن تمكنه من الزواج الثاني، ومن حسن عقل المرأة أن تدرك حق الزوج في هذا الزواج الثاني، ومن الحاجة أيضا ابتلاء الزوجة بمرض يمنع الزوجة من أداء متطلبات الحياة الزوجية. إباحة التعدد يكون هو الحل الوحيد لحالات خاصة تمر بالمجتمع وهي كثيرة الوقوع، أو على الأقل ليست نادرة، ففي أوقات الحروب تأكل الحروب الرجال وتدع النساء، وهذا هو الغالب في شأن الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها برزت في المجتمع مشكلة خطيرة جدا وهي كثرة النساء وقلة الرجال، ولا بد من إيجاد حل لهذه المسألة، لأن اقتران المرأة بالرجل من الحاجات الأصلية للإنسان، والحل لا يكون إلا بأحد الأمرين، أما يجعل الاتصال يقع بالحرام لتحريم التعدد، وأما بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وتحريم العلاقات غير الشرعية
والحل الثاني هو ما أخذت به الشريعة الإسلامية وهو إكرام للمرأة وأنفع للمجتمع وأحفظ للشرف، فأباحت التعدد لأربعة وحرمت الزنا وجميع المعاشرات غير الشرعية. أيضا في التعدد إكثار للنسل، وإكثار النسل في بعض المجتمعات أمر ضروري لا سبيل له إلا بإباحة تعدد الزوجات في ظل القانون وعلمه وإقراره. من هذا العرض يظهر أن إباحة التعدد في الشريعة الإسلامية يعد من محاسنها وبعد نظرها ووضوع الحلول والأحكام لاحتمالات المستقبل ولظروف الأفراد والجماعات التي تستلزم التعدد. عندنا السؤال آخر يقول: من الوظائف الاقتصادية للدولة مراقبة الفعاليات الاقتصادية ووضح ذلك. الجواب: أوجب الإسلام على الدولة أن تشرف على الأنشطة الاقتصادية كمراقبة الإنتاج، فالإنتاج الرأسمالي يتحكم بها الربح لا حاجة المواطنين. أما في المجتمع الإسلامي فيجب أن يكون الإنتاج لسد حاجات المواطنين، وواجب الدولة الإشراف على المبايعات ومنع الغش والتطفيف في المبيعات والأوزان والأسعار ومنع احتكار السلع المستهلاكية ومراقبة ما يحفظ الصحة العامة مثل الرقابة على الأغذية والمشروبات والمطاعم ومصانع الحلويات وغيرها. السؤال الأخير: من هم أصحاب الكهف ولما كانت الشمس تميل عنهم وتتجاوز عن اليمين وتتجاوزهم عن اليمين وعن الشمال؟ الجواب: أصحاب الكهف هم فتية من أشراف القوم قد آمنوا بالله تعالى وصدقوا بوحدانيته وكانوا على دين الحق وسط قوم مشركين. كانت ليش الشمس تميل عن اليمين والشمال؟ حتى لا تؤثر الأرض في أجسادهم فتحفظ بذلك أجسامهم من تأثير الأرض على مع طول الزمن. هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. شكرا جزيلا لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.